مستمعينا الاعزاء، مستمعينا الافاضل، لا تتواصل الانطلاقات من هنا من ارضيات عاصمه الميادين. اذا شوطنا السابع عشر ينطلق بحفظنا من الله وتوفيقه، وتسير الاشواط وتنطلق الاسماء هنا في هذا الميدان. اذا مباشره الى المركز الاول والى المقدمه والصداره، هناك من صدر المجموعه وسار على نهجه ودرب الأوائل، هناك نهاب عبد الله بن سيفة بن غدير العرياني هناك على المركز الأول والصدارة، بينما المركز الثاني وصلت وتحركت ميعاد سلطان بن حمد بن راشد الاكتفي على ثاني المراكز، بينما الوصول والتحرك من الساعة سعيد بن عبيدة بن سعيد السبوسي على المركز الثالث ورابع المراكز، هنا التحرك أيضا على رابع المراكز زيارة علي بن خليفة بن محمد بن شاهين المرار، من وصل على رابع المراكز. والمركز الخامس وصلت وتحركت غزلان فايل بن حليسة بن حسيبان العويسي، تحرك أيضا على المرتبة الرابعة لياتي بغزلان ويرصد لنا ويقدم لنا مجموعة من الغزلان وليست غزال واحد. إذن الوصول على خامس المراكز هناك، والتسلل ايضا الواضح من خيره عبيده بن سلمان بن فارس الدوسري، وصل في هذه اللحظات وانتزع المركز الخامس المركز السادس، والتسللات الجميله والرائعه من سمحه، هناك وصلت سمحه وحمد. حمد بن غضية بن حميد الغفيلي وصل في هذه اللحظات على المركز السادس. الله، اختلط الحابل بالنابل، ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى المركز الأول. يا خيرة، هنا على الصدارة، هنا على المقدمة مع عبيد بن سلمان بن فارس الدوسري. الله الدوسري هناك على المقدمة والمركز الأول، ثاني المراكز وصلت وتحركت إسرابة سالمين بن سالم بن سالمين الشامسي، وأيضا الوصول، أيضا التحرك، أيضا الانطلاق، هناك مهمة وصلت في هذه اللحظات عبدون بن سعيد بن سالم بن حمد اليحافي، يصل في هذه اللحظات مقدما لهذه الاسم وهذه المهمة هنا على المركز الأول، بينما المركز الثالث والوصول على ثالث المراكز الشاهنية سلطان بن حمد بن الأصلي الشامسي وصلت أيضا، وصلت في هذه اللحظات وتحركت أيضا، تحركت وديان وحمد بن عبد الله بن خزام العامري هنا تحرك أيضا، والوصول من الجانب الآخر، الوصول من العاصمة، العاصمة هي العاصمة ونحن في العاصمة، عبد الله بن مبارك بن سلطان المنصوري أيضا يصل في هذه اللحظات على ثاني المراكز وثالث المراكز، هنا التسلل وأيضا مرموقة، وصلت مرموقة تحركت في هذه اللحظات، سهيل بن بطي بن أغراب الأكتبي، الله 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 الله، وأيضا هملولة مبارك بن ناصر بن رملي العامري وصل في هذه اللحظات على ثاني المراكز، تحدي وتبادل المراكز، مركزا تلوى مركز، ولكن المقدمة مع هملولة على المقدمة على المركز الأول بقيادة مبارك بن ناصر بن رملي العامري الرد الرملي، روح بالمركز الأول، هذا هو الناموس، هذا هو الإنجاز والناموس والتهاني، تروح من نصيب هملولة المملوكة المبارك بن ناصر بن رملي العامري، وصل على ثاني المراكز هناك، وصلت على ثاني المراكز، من وصلت مرموقة سهيلة بن بطي بن أغراب الاكتبي، والمركز الثالث أيضا وصلت فيه على ثالث المراكز نهابة أو مهمة عبدون بن سعيد بن سالم اليحافي، والمركز الرابع من وصلت فيه على رابع المراكز غير علي بن ناصر بن علي الخيالي، والمركز الخامس
أيضا وصلت الوثبة عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي. أيضا الأسماء والتحدي الرائع والمميز. إذا شهدنا التحدي وشهدنا هملولة من فازت بناموسي هذا الشوط وحدتها إلى مالك هملولة. مبارك بن ناصر بن رملي العامري. ها هي لحظات التسلل ولحظات الإنجاز ولحظات الفوز والانتصار. إذن ها هي هملولة ولحظات الفوز وتوقيتها الزمني 4:25 وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المالك هملولة. هناك مبارك بن ناصر بن رملي العامري وصلت على ثاني المراكز. وصلت مرموقة على ثاني المراكز. سهيل بن بطي بن غراب الاكتبي محققة توقيت وقدر 4:26 وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وصل على ثالث المراكز. هناك من وصلت على ثالث المراكز مع مهمة عبدون بن سعيد بن سالم بن حمد الإحافي مسجلة توقيت وقدره 4:27 وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.